نروح للاخبار بسرعه. نروح لحسين الشحات طبعا نجم الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي اللي اتكلم عن سعادته الكبيره ان هو كان بيساهم في تحقيق لقب دوري ابطال افريقيا بعد الفوز طبعا على الزمالك في المباراه النهائيه 2-1. الشحات يمكن قال في حوار ان هو كان حلم بالنسبه له طبعا ان هو يحقق البطوله دي وتكون وما تكونش البطوله طبعا الاخيره، واهدى اللقب ده لمجلس الاداره برئاسه طبعا الاسطوره محمود الخطيب وجماهير النادي اللي دايما قال كده بالنص بتقف ورانا ودايما بتسعى ان هي تساعدنا، وقال انه بلا شك مواجهه سان داونز في ربع النهائي هي الاصعب في مشوارنا نحو اللقب لان كنا بنركز بشكل كبير قوي على تعويض الخساره طبعا الثقيله في النسخه الماضيه وان احنا حققنا اللي احنا عايزينه، والفرصه الخطيره اللي اهدرتها في المباراه النهائيه ده كان كلامه قدام الزمالك، لكن اللحظه الافضل بالنسبه له هي كانت لحظه التتويج والحصول على اللقب الافريقي، وقال ان الاهلي بيضم افضل لعيبه مصر وليه مجموعه مميزه جدا من اللعيبه، ولكن لو في رايي لو هختار لاعب واحد هيكون الافضل الموسم ده هو محمد الشناوي. طبعا انا بتفق معاه انه محمد الشناوي نجم الموسم ونجم نادي الاهلي، ولكن لو جينا اتكلمنا على مباراه سان داونز ومباراه الزمالك انت شايف سان داونز كانت الاصعب؟ مهم جدا ان احنا نعوض خساره سان داونز واكيد كانت خساره ثقيله على كل الاهلاويه اللي مش متعودين على ده، بس متهيألي مباراه الزمالك برده كان ليها نوع ثاني من الصعوبه. طبعا تكلمي على ماتش فاينل بالتاكيد هيكون صعب مهما كان المنافس اسمه ايه، وبتكلمي على مباراه من جوله واحده او مواجهه من جوله واحده، وبالتالي ده بيزيد من صعوبه المباراه على عكس سان داونز اللي كان فيه ذهاب واياب وكمان رحتي هناك وانت كسبانه 2-0، فبالتالي كانت الى حد كبير الدنيا مرتاحه. بس خليني اقول لحضراتكم معانا خبر النهارده، والخبر ده ممكن يلفت نظر كتير من حضراتكم لحاجه يمكن تكون غايبه عننا في مصر او غايبه عن تفكيرنا في مصر لفترات طويله جدا، علم وعلوم الإدارة الرياضية. النهاردة في خبر حقيقة بيتكلم عن جامعة القاهرة احتفلت بتخريج دفعة جديدة من دبلوم الإدارة الرياضية دي بشراكة مع المركز الدولي للدراسات CIES، وده يعتبر الشريك التعليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. الحفلة دي حضر فيها حقيقة نخبة كبيرة جدا من الدارسين والمحاضرين وأساتذة الجامعة، وكان من ضمن الفعاليات بتاعتها تكريم جونيور أجاييل، أشاد الحقيقة بالتطور الكبير اللي حصل عليه من خلال دراسته في نفس الدبلومة. النهاردة خليني أقول لحضراتكم أنه على مصر في جامعات دولية في أقسام جديدة للدراسة ما كانتش حاضرة قبل كده، دراسة إدارة العلوم الرياضية، يعني الحاجات اللي كانت بتتم كده عن طريق التجربة والخبرة والتعلم الذاتي النهاردة بقى فيها علوم بيتم تدريسها في مصر، وبتمنح هذه الجامعات الدولية شهادات تتيح ل الدارسين العمل في مجال الإدارة الرياضية. يعني النهاردة وكيل اللاعبين لابد أنه مفترض طبعا نتكلم زي ما الكتاب بيقول، يعني وكلاء اللاعبين، إدارة النشاط الرياضي لمختلف اللعبات الرياضية، التسويق للأندية، كل ده بيتم من خلال علوم بيتم تدريسها في جامعات متخصصة بتمنح شهادة للدارسين. أتمنى أنه المجال ده، وشايف أنه المجال ده واعد جدا، يعني الشباب الصغير النهاردة اللي بيفكر في الكليات التقليدية عليه أنه هو يفكر في المجالات الجديدة اللي فتح أبوابها، وأعتقد أنه الأجيال الأولى اللي هتتخرج من الجامعات دي والكليات دي هيكون عندها فرصة كبيرة جداً.